اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. النهاردة مع بعض الكوسة المحشية، بيحبوها الأطفال بكل الطرق، نحشيها رز، نحشيها لحمة مفرومة، تتعمل بدبس الرمان، تتعمل بأي خلطة. احنا النهاردة هنعمل كوسة محشية، هنعملها بقدر الإمكان دايت، يعني صحية، أكلة صحية، ولكن نهرب من الدهون اللي موجودة فيها. تختاري حتة اللحمة ما يكونش فيها نسبة دهون، احنا معانا لحم مفروم كندوز بنسبة دهون تقريبا 5%، معانا كوسة متقورة وجاهزة ومدلعينها، هنحشيها النهاردة لحمة مفرومة مع الطماطم، ممكن بعد ما تستوي ندخلها الفرن تتكمل سواها في الصينية. معانا كمان سلطة لطيفة النهاردة، سلطة البنجر بالجزر. كلنا عارفين البنجر غني بالحديد، غني بالأكسدة، مع الجزر غني بفيتامين سي. السلطة دي فيها ألياف من الخس والجرجير، أنا حبيت أعملها النهاردة بمحتوى جديد وبطريقة جديدة، والصورة الحلوة على الشاشة تتحدث عن نفسها. أما الحلو النهاردة مفاجأة، الكوكيكز بالشوكولا أو بالشوفان له أفكار كتيرة ومتعددة والكل يبدع فيه. تعالوا نشوفوا نعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناته في متناول الجميع. إذا كان معانا شوفان ودقيق وشوكولا اللي هي حبوب الشوكولا، ومعانا من الزبدة مكعبين، بياض البيض أو بيضة كاملة مع بياض بيض، مع البيكنج باودر والفانيليا، وقليل من الحليب اختياري. هنشوف نعمله مع بعض إزاي، هيعجب حضراتكم، وصدقوني الأطفال بيحبوا الحاجات الحلوة اللي فيها شوكولا. مش عايز أطول على حضراتكم، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، وأكلنا النهاردة أكل صحي. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للأكل الصحي النهاردة، وإحنا متفقين مع بعض من بداية البرنامج بتاعنا يوم الحد من كل أسبوع كاتبين على باب التلاجة عشان ما ننساش، الأكل بتاعنا بيكون صحي، ولكن أنا مش بتفلسف فيه ومش بعمل حاجة غريبة. احنا بنختار الحاجات اللي موجودة في التلاجة، الحاجات اللي في المطبخ، وبنبدأ ان احنا بفراسة طهوية وخبرة طهوية نعمل الأكلة دي صحية بقدر الإمكان. هعمل كوسة محشية النهاردة، أنا بحب الكوسة وكلنا بنحب الكوسة محشية. البعض بيحشيها رز مع خضرة، البعض بيحشيها لحمة مفرومة، انت وجيبك، بس أنا هعملها النهاردة بلحمة مفرومة، وتعمدت أعملها بلحمة مفرومة عشان نعملها صحية. معانا المقادير على الشاشة، معانا كوسة ولحمة مفرومة، بصلة ناعمة، تومة، الجديد دبس الرمان لطيف وجميل بيدي للمحاشي مذاق خاص من المطبخ الشامي والسوري بالأخص. المقادير على الشاشة بسيطة، والكوسة بتتكلم مصري على الشاشة، خضرها ولونها وجمالها وبهجتها. كوسة قشرناها أو قورناها ومسكناها بالشوكة كده دلعناها، معانا لحمة مفرومة، معانا جزر معانا بصلة، ومعانا تومة ودبس الرمان، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة. تعالوا نعمل الحشوة دي، أهم حاجة، حلوة أوي. هنستخدم معلقة زيت زيتون في الحشوة مع اللحم المفروم بتاعنا. البعض بيستخدم سمنة أو زبدة، إحنا بلاها السمنة ولا الزبدة. لحمة مفرومة زي دي كده بتجيبها من عند الجزار، قولوا له أنا عايزة نص كيلو لحم مفروم، هبرة نسبة دهون 5%. طبعا انت هتقول له 5% بقى يقول لك ها وبتاعه يعمل نفسه مش سامع، قالوا له يا حاج ربنا يوعدك بزياره النبي مش عايزه فيها دهون، عشان جوزي مش عايز دهون، او انا عايز اعمل النهارده اكله صحيه ما يكونش اللحمه فيها دهون وبس وخلاص، وهتقدر تعمليها صحيه بقدر الامكان. ادي حته اللحمه المفروم، هنحط عليها دبس الرمان. ونصيحه مني، اذا استخدمت دبس الرمان قللي من البهارات، لان الدبس الرمان مش بيحب الزحمه، مش عايز بهارات كتيره، شويه ملح، بصله مفرومه ناعمه. بيقولوا لي يا شيف مغازي انت ما بتقفش في المطبخ كتير، وقت البرنامج تقريبا 45 دقيقه بتعمل الاكل بسرعه، لان عندي شويه تحضير اللي هم بيسموهم في مصطلحات المطبخ المزمبلاس. انت برضه وارد او انك انت تقدري تعملي نفس الموضوع، تقطعي بصله تخليها في الثلاجه، فصين توم حلوين، او تجيبي 5-6 رؤوس توم تقشريهم وتخليهم في الثلاجه. الحاجات دي مطلوبه عشان ما توقفيش في المطبخ وقت كبير، اكيد بيبقى عندك وقت فراغ في يوم اتعشينا بره، في يوم ماما عزمتك، حماتك عزمتك، وهكذا.
بابريكا، شوية كمون حلوين، حلو الكلام، وفلفل اسود، وخلص الكلام. وهنمسك الخلطة دي كلها مع بعضها، هنعجنها حلو. والله حابين تحط رز نحط رز. اخواتي في الكنترول بيقول ممكن نحط رز، نحط رز مصري، بس الرز هنا لازم يتغسل مرة واثنين وثلاثة وننقعه، وبعدين نحطه مع اللحمة المفرومة، اختياري برضو. يا نعم ما ينفعش، بيقولوا اللحمة دي تتعصج. لا تتعصج يعني نسويها نحمرها يعني؟ لا تتعمل نية كده، لأن لو عملناها متعصجة هتطلع من الكوسة، تيجي تطبخيها هتلاقي اللحمة في سكة والكوسة في سكة، الاتنين مش متفقين مع بعض. حتة اللحمة دلعتها بالشكل ده كده اهو، الله ايه الحلاوة دي يا عم الشيف، حتة لحمة زي الفل. خدت التوابل، خدت البهارات، امسكها بقى ايه، واخد الكوسة بتاعتنا الحلوة دي كده. طبعا ده كله محشي، الكوسة تتقور بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل اساتذة المصورين حبايبي، دايما لما بيجي موضوع المشتريات انا انصحك تشتري الحاجة بنفسك، خاصة لو هتعملي كوسة محشية، بتنجان محشي، طماطم محشية، الحاجات دي يعني ممكن نفوض بتاع الخضار او بتاع السوبر ماركت، هات لي معاك كيلو طماطم، هات لي كيلو بصل، مفيش مشكلة عادي. بنخدم على بعضينا وبنطلب اوردر بندفع ثمنه. اما تقول له هات كوسة احشيها، بالتاكيد هيجيب لك واحدة شمال وواحدة يمين، وواحدة كبيرة وواحدة صغيرة، واحدة صفراء وواحدة خضراء وهكذا. يفضل انك تشتريها بنفسك. حلو الكلام؟ اللي هي النية المبيتة انك تعملي محشي. هناخد كده اللحمة المفرومة بعد ما تبلناها. هنا بقى ما نحشيش الكوسة ثلاث ارباع لان ما فيهاش رز. الرز هنا مش هيفرد عضلاته خالص. نحشيها للآخر اهو. تقدر تجيب الشوكة او ايد المعلاة ايا كان، او المقورة اللي انت قورت بيها الكوسة ايا كان، وتبدأي تحشي الايه الكوسة كده واحنا شغالين اهو. شوف انا بعمل ايه اهو، احشيها جامد، خليكي كريمة كده وهنستاهل كرمك يعني اهو. لما انك تمليها على الآخر ده ما يقلقش على فكرة اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، اهي كوسه محشيه، يا الله دي لما تستوي الواحد ياكله 10 منها اهو. ناخد دي كمان اهو. اهم حاجه الخلطه بتاعت اللحمه. تاني الحشوه لحمه مفرومه نسبه دهون 5% 10%، حته هبره حلوه. لما بقول هبره يعني حته لحمه حمراء ما فيهاش دهون، ممكن تكون كندوز، ممكن تكون ضاني. هتطلع بصله ناعمه، تومه ناعمه، شويه بهارات اساسي، دبس الرمان هو هنا سيد الموقف اهو. الله حلو، نكمل حشو. وبعدين عايز اقول لك على حاجه سر، يعني بيتعرف من المحشي مدى الحب وحجم الحب وقدر الحب اللي الست بتعمل بيه الاكل للامانه. يعني عامله محشي ورق عنب مثلا، لما لهم عليهم كلهم مقاس واحد بالمزوره، يعني ده تركيز، ده حب زياده قوي عن اللزوم. يعني حب ان انا عامله الحاجه دي بحب، ان مش واحده كبيره بقى وواحده مكلكعه وواحده فكه، لا تلاقي صباع المحشي يضاهي التاني في الحجم وفي الشكل وفي اللون وفي السوى. فده ترجمه، دليل، معطيات، برهان ان انا بحبكم يا ولادي، بحبك يا جوزي، بحبك يا حماتي، بحبك يا ماميتو، ان انا بعمل الاكل ده، بحبك يا بنتي شفتي الله ايه الحلاوه دي فاضل واحده هنا دي مش هشيها للاخر، لا اله الا الله حلو تمام. فاضل معايا واحده، هنسويها ازاي بقى؟ هو ده الكلام بقى، احنا شاطرين قوي في حشو الكوسه. طب اسويها ازاي؟ في طريقتين للتسويه، خاصة لما تكون محشية لحمة مفرومة. الطريقة الأولى إن إحنا نرصها في صينية ونحط معاها شقشق مية أو شوربة مخلوطة بشوية بهارات أو طماطم، وندخلها الفرن تستوي في الفرن. دي طريقة. الطريقة التانية بنعملها زي القبلمة، بنشوحها في طاسة، بعد ما نشوحها وتاخد شوية تسوية في الطاسة بنبدأ ناخدها ونرصها في الصينية
وندخلها الفرن. الطريقة التالتة برضو حلوة، إن إحنا نجيب ريش كوستاليتا أو شرايح من اللحم، بنرصها مع بصل مع طماطم بعد ما نشوحها، ونرص الكوسة دي عليها معاها شوية بتنجان، شوية بطاطس اللي بيحب البطاطس، ونبدأ إن إحنا إيه نسويها على عين البوتاجاز. ده اختياري، أنت هتعملها لنا النهاردة إزاي يا عم الشيف؟ هو ده الكلام. هات من الآخر، معايا صينية أو معايا حلة على النار، الحلة دي بحطها كده، اللهم صل على النبي، واسيبها تسخن، طاسة يعني، وانا هعملها بطريقة سهلة تقدر كل بنوتة حلوة في المطبخ تعملها، كل ست بيت تعملها، تضمن ان الكوسة مستوية مش هتفك منك، مش هتتكسر منك، هيبقى لونها اخضر ولطيف وزي الفل. هناخد الكوسة الحلوة دي كده، معلقتين زيت زيتون يا عم الشيف، حلو. شوفي بقى انا هحمرها ازاي. في الطاسة دي ادلعها بشويه نعناع حلوين، بحب انا الحاجات اللي هي ايه تلفت النظر، خلي بالك ده نعناع اخضر، باخده بحطه هنا كده وابدا احطه كده. ليه حطيت النعناع يا عم الشيخ؟ حد سالني يعني؟ هو ده كلام حلو. انا والله العظيم للامانه شميت ريحه النعناع دلوقتي اول ما اتحط في الزيت، ريحة النعناع اللطيفة الحلوة دي. سمع الصوت ده؟ صوت يوجع القلب بجد. ليه بقى؟ دي لما تستوي حكاية، يبقى فيها القبلمة كده ومتحمرة وزي الفل. هنسيبها على النار نشوح شوية شوية، احنا ما ورناش حاجة، تاخد لون. بعد اللون ده بنرصها في صينية أو في بايركس أو في إزاز زي ما أنت عايزة، وبتدخلها الفرن مع صوص طماطم متعتق، يعني صوص طماطم مستوي مسبكينه على النار، وبنغرقها في صوص الطماطم وندخلها الفرن. ده اختياري، عايزاها بيضة بدبس الرمان أو بالشوربة عادي. موضوع الطماطم أو دبس الرمان ده الكلام ده هتشوفه بعد الفاصل، ولكن لازم أستمتع مع صوت الكوسة وهي بتتحمر في قلب الزيت. وسيبوني أطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع للكوكيكز بالشوكولا والشوفان، ومعانا سلطة لطيفة النهاردة البنجر بالجزر لعلاج الأنيميا وطبعا مشاكل القولون. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الكوسة مخرجنا الجميل بالله عليك تجيب لي حمار الكوسة ودلع الكوسة وتقورة الكوسة وتخطيط الكوسة. شايفين الحلاوة دي كده؟ اهي الله. معانا صوص طماطم متعتق زي الفل، ناخد الكوسة نرصها هنا بالشكل ده كده، الله. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ لسه ما خلصتش. التركاية بتاعت المغازي كالمعتاد، نشوف منه تركية حلوة كده بتودينا في حتة تانية خالص، وبتخلينا متميزون ومنفردون. اهو مكان تحمير الكوسة يا أمي، يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا ست الستات. شفت الكمال ده؟ بص عليا كده، بص أنا هعمل إيه. مخرجنا الجميل هو ده يا ويلي، هو ده تمام. اللهم صل على النبي. هناخد صوص الطماطم الحلو ده كده، ده صوص طماطم متسبك عادي. شفت الحلاوه دي كده؟ دخلها الفرن بقى تكمل سواها. كفايه، انا عايز جمال الكوسه يبقى باين. درجه حراره الفرن عندي 180، مجهز الفرن لان عندي حلويات هدخلها الفرن. احط الكوسه دي في ارضيه الفرن كده، تبص عليها بصه حلوه كده، ايه الجمال والدلع. شفت الكوسه ازاي؟ اهي دي مش هتاخد وقت كتير في السوى، وبعدين ان انا اشوحها على النار بطلع الخضار بتاعها وجمالها. هدخلها الفرن اهي، يلا بينا. اللهم صل على النبي. معانا كوسه محشيه بالطماطم، بقدر الامكان عملناها بطريقه صحيه، قدرنا نهرب من الدهون، نهرب من الحاجات والمشاكل اللي ممكن تؤدي للدسامه، وفي نفس الوقت جددنا من المطبخ بتاعنا بطريقه جديده، قدرنا نعمل اكله بطعم جديد. يعني تفاصيل صغيره ولكن
الطعم والشكل جديد. تعالوا شوفوا حلو ازاي هنعمله النهارده مع بعض. الحلويات بتاعتنا النهارده حلو طفولي، والكبار بيحبوه كمان على فكره، وانا شخصيا بحبه مع كوبايه القهوه. الكوكيجز بالشوكولاه او بالشوفان، مقاديره على الشاشه. شوفان، كوبايتين من الشوفان معاهم نص كوب من الدقيق، بيض، زبده، فانيليا، بيكنج باودر، قليل من الحليب اذا احتاجنا له حسب الرغبه يعني، اذا لازم الامر يعني. تعالوا مع بعض نجيب الكبه، مش لازم عجان، انا هعمله في الكبه دي كده. لو انت فرمة بصل ولا اي حاجه في الكبه دي اغسليها كويس، خلي بالك وتامني، وتجيبي شويه ميه موارد ولا ميه زهر تغسلي بيهم الكبه، مش خل. هتعملي حلويات في الكبه، اسمعي مني الله يرضى عليك، مهم جدا. لو انت فرمة في الكبه دي، علشان الكلام ده مهم جدا، فرمت بصل قبل كده او توم او لحمه مفرومه، وبالتاكيد السكينه او ال 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 الكوز يعني، او الطبق اللي انا بشتغل فيه ده مكانه بصل او توم، ده مهم جدا يتغسل كويس قبل ما تعملي الحلو فيه. ممكن تعملي فيه سوفليه، ممكن تعملي فيها كيكه، بيبقى عندك خلاط واحد او كبه واحده. ده ازاي؟ متعدد الاستخدام. بتجيبي نص كوب من ميه الزهر او ميه موارد، وتغسليها كويس او تمسحيها بمنديل، كده انت عقمتيها وجهزتيها تعملي فيها حلويات. ده مهم جدا الكلام اللي بقوله ده كده. حلو الكلام. هناخد الشوفان بتاعنا بالشكل ده كده، نحطه هنا حتى تلاحظ ان انا غيرت الجلافزات بتاعتي وجهزت نفسي ان انا اعمل حلو. ده الشوفان بالشكل ده كده، معاه البيكنج باودر، طريقه سهله خالص. الفانيليا على الشوفان، معانا دقيق، كفايه دول، معانا بيض، تسلم ايدك يا عم الشيف، معانا زبده طريه، كل دول في قلب الخلاط. يلا بينا، يلا بينا. الحياة. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ جيب لي التفاصيل من جوه الكبه، الله يرضى عليك ويقعدك بزياره النبي يا راجل يا طيب. ايه الحلاوه دي؟ لازم عجينه الكوكيز بتفكرنا بعجينه الغريبه. لازم تكون ماسكه نفسها كده، خلي بالك ده مهم جدا. دي مش محتاجه حليب ولا محتاجه اي حاجه خالص. ربنا كرمنا والمقادير مظبوطه زي الفل. اضربها كبه واحده في الخلاط وشكرا. نعم يا غالي، اصبر على رزقك. بيقول لي فين الشوكولاه؟ يا شوكولاه. تاني. شفت؟ بالله عليك شوف التفاصيل الحلوه دي كده. خليك دي هنا، اللهم صل على النبي. يلا، ايه الحلاوه دي يا عم شيف؟ ايه السهوله دي؟ انا ما اعرفش ان الكوكيجز سهل بالشكل ده او بالطريقه دي. خلي بالك ده مهم جدا على فكره. كل القصه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب بوله صغيره زي دي كده، ونحط فيها قليل من الزيت بس، خلاص، ونلمس ايدينا زيت كده قبل ما اضرب ايدي فيها. شفت ازاي؟ ادي العجينه. الله الله يرضى عليك يا ولد. والعجينه شفت انا حتى لما حطيت ايدي في الزيت شغال ازاي؟ فين العجينه هنا؟
مش موجوده. تاني تعلم التركية دي مهمه جدا على فكره، ولا معلقه ولا حاجه، لازم تحس بالبركه في ايدك كده وتحس بالعجينه وشطارتك في المطبخ وابداعك في المطبخ. اهو بس خلاص، فين الشوكولا يا عم الشيف؟ يلا مع بعض زي الفل وتسلم ايدك. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ معانا شوكولا طريقتين. الطريقه الاولى ان انا اعملها زي الكعكه او زي الغريبه وابدا ارصها هنا في الصينيه دي. الطريقه الثانيه ان انا اقلب الشوكولا مع العجينه بتاعتي وافرتها، اختياري حسب ما انت حابه. هنعمل ده وده واقدر ان انا اوصل لك الفكره اهو. طبعا بتسيبي مسافات بين كل واحده والتانيه تقريبا 2 سنتي عشان العجينه دي فيها زبده فهتفرد شويه منك اهو. هنضغط عليها بعدين. سهل يا عم الشيف، ده انا بروح اشتري الكيس فيه 5 وحدات بالشيء الفلاني ده، انا اقدر اضيف الطعم اللي انا عايزاه هنا، احط فانيليا، احط حبهان، احط مكسرات، احط هيل، الهيل اللي هو الحبهان، احط قرفه زي ما انا عايزه. ناخد الشوكولاته دي كده ونحطها هنا كده، خلاص خد على الشكل اللي احنا متعودين عليه واللي عينينا متعوده عليه اهو، بنشوفه في المحلات بالشكل ده كده. ده لون او ده شكل. الشكل التاني انا معاكم دلوقتي حالا اهو. طب ملاحظه حاجه، من ساعه ما بدات الحلقه مع بعض نظمت الوقت بتاعي، الحاجه اللي بتاخد وقت كبير حطيتها في النار وخلصت منها. الكوسه، ورق عنب، محشي بعمله انا حطيته على النار ونسيته، خلاص ابدا اشتغل في الحلو وانا شغاله كده اهو زي الفل. فين يا فندم؟ العينية. حاضر حبيبي، انا اشيل لك اللي يضايقك من هنا. شفت ازاي؟ كلنا نجتهد ونعمل من اجل الصورة الحلوة. تعالوا مع بعض، شوف المخرج بيقول لي شيل الحاجات اللي تحجب الصورة الحلوة، ده الطبيعي. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ هو ده. دول ثلاثة بمدرسة مختلفة. ناخد بقى الشوكولاتة بتاعتنا دي كده ونحطها هنا كده. الله، أنا بحب الشوكولاتة زيادة. وأقلب الشوكولاتة دي مع العجينة دي. اللي أنا عملتهم في الأول اللي مش بيحب الشوكولاتة زيادة يعني وكتير فيها، أنا بحبها كتير بصراحة. واخدها بقى ارصهم في قلب الصينيه. الحاجات دي مطلوبه للاولاد في المدارس، بتحطها في اللانش بوكس بتاعهم وهم رايحين الصبح كده، ووفر عليك على فكره. تقدر تعملها بكذا طعم يعني. برتقان، ازاي اشيب البرتقان؟ بشره برتقان، وموسم البرتقان جه والشتاء جاب خيره، تجيبي بشره برتقان وشويه عصير برتقان وتحطهم مع العجينه دي، يبقى واخد طعم البرتقان. يبقى انت ابنك كده ولا بنوتك الحلوه اللي ربنا يخليها لك خدت فيتامين سي بطريقه غير مباشره. العبي بالحاجات دي حاجه كويسه، وتش تيجي الصبح تقول له اشرب عصير برتقال، لا هياكل واحده من دي فيها فيتامين سي. طب فيتامين سي جاي منين يا عم الشيف؟ تاني عصير البرتقال وبشره البرتقال وبشره الليمون اللي جوه العجينه. انا مش بخترع الذره، انا بعمل حاجات لطيفه وبسيطه وسهله، يعني تفاصيل صغيره ولكن الطعم جديد والشكل جديد. مع بعض. البيكنج باودر هنا دوره ايه؟ حد يقول لي. يجعل البسكويتة هشة. زي ما بنحطه في الغريبة كده بيخليها ايه؟ تقطميها، تسمعها صوتها وهي بتتقطم. النشا. تتعمل ازاي الغريبة؟ كوبايتين دي زبده بدرجه حراره المطبخ، بياض بيضه لكوبايتين الدقيق، معلقتين نشا، شويه فانيليا، بنعجن العجينه بتاعتنا، سكر بودر 1 كوب او 2 كوب،
نعجن العجينة بتبقى بنفس السماكة اللي معايا دي كده، والرص الغريبة عايزاها باللوز يا مزاج اللوز حط لوز، عايزاها بالفستق حط فستق، عايزاها بالفول السوداني حط فول سوداني، مفيش حاجة هتقول لأ. وسبحان الله مرزق يا مغازي بالمقاس على قد الصينية، 3 × 4 × 12 دي كبيرة شوية، خليهم كلهم حجم واحد عشان لما يستوي تقدر تقطميها وتبقى ايه مستوية. ادي عجينة الكوكيكز بتاعنا بالشوكولا، وده مطلوب ونطلب كذا مرة، بس انا طبعا بحب ان انا هنفذ عملي. بنجمع كل الأسئلة اللي بتتسأل من خلال السوشيال ميديا ومتابعتنا على شاشة القناة الأولى الرسمية وصفحة أكلة أمي، وبجمع الأسئلة دي كلها في خلال الأسبوع، وبعملها يا إما في الأكل الصحي يا إما في الأيام العادية بطريقة بسيطة وسهلة لكل الأمهات وكل الستات وكل ست كل بتتابعنا وكل أم بتتابعنا، لأن أكلة أمي هي المذاق الخاص اللي مش ممكن ننساه على طول مدى الحياة. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل دي طبعا عشان أنا لازم أحطها لازم أطلع الكوسة من الفرن. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد، لأن معايا سلطة قيمتها الغذائية عالية جدا، أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والشكل جديد. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنعمل سلطة ازاي. مكونات السلطة دي في اي بيت، جزرة مبشورة مع بنجر مبشور، هتقولي ني ولا مستوي اختياري، معانا جرجير ومعانا خس ومعانا ثوم، المقادير بسيطة وسهلة على الشاشة في متناول الجميع. ولكن للأمانة لو جينا نعمل عملية إحصائية للقيمة الغذائية اللي موجودة في السلطة دي لا تعد ولا تحصى بجد، بداية من الجرجير والخس ألياف والجزر المبشور فيتامين سي وألياف برضو، أو البنجر اللي هو بيعالج الأنيميا، وعندنا كمان التوم في غنى عن الحديث، ومعنا مايونيز في المقادير، ومعنا شوية ملح وزيت زيتون. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ولكن للأمانة أنا بخلي السلطة دايما في الآخر عشان بعتبرها لوحة فنية، معطيات وبرهان وأمانة بتقول إن أنا بحب ولادي قد إيه، بحب أسرتي قد إيه، بحب ضيوفي قد إيه، بحب الناس اللي أنا عازماهم على الغداء وعلى العشاء قد إيه، من تنظيمي ومن غرفي وتقطيعي لطبق السلطة. مقادير في متناول الجميع، جيبولي الجزر، جيبولي الخس، جيبولي الجرجير، المايونيز، التوم، زيت الزيتون، عصير الحامض اللي هو الليمون، كل دي مقادير في طبق السلطة. طبق السلطة ده يعني أي حاجة تقدري تزودها فيها إضافة وتخليها حلوة وشكلها لطيف وجميل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نجيب طبق التقديم بالشكل ده كده، دي شبه السفينة، سفينة الحب، سفينة العطاء، سفينة النجاة. هناخد الخس والجرجير نقطعه بشكل لطيف، اخد من الجرجير ده شويه كده، انا مطمئن. ما خلي بالك تنظيم وقتك في المطبخ وخط سير اليوم بتاعك في المطبخ لازم تنظميه قبل ما تخشي تشربي فنجان القهوه بتاعتك كده ولا كوبايه الشاي الحلوه مع البسكويته بتاعتك وتبداي تقولي انا هبدا اعمل ايه الاول، ما تخشيش كده ايه وخلاص، لا لازم تنظمي وقتك علشان تخلصي كل حاجه في وقتها، ده مهم جدا. على فكره اول حاجه عملتها الكوسه، تحبوا تبصوا عليها؟ نبص عليها اهي، مخرجنا الجميل هيجيبها لنا، وجيب لي الكوكيكز اللي في الفرن ده اللي بيتدلع ده، زي الفل. هنزله لك تحت شويه حبيبي، اهم حاجه تكون انت مرضي. بص بالله عليك تجيب لي التفاصيل الصغيره دي، ادخلها ولا اخليها؟ قول لي، لا تقول لي عليها اعمله. فين يا عم الكوكيكز؟ الله، دخلها الفرن، يلا بينا. يا فندم، انا بس عايز الساده المشاهدين يجيبوا مراحل عمليه التسويه. يلا يا باشا، حلو. والكوسه في ارضيه الفرن بتستوي، لان هي طبعا كده كده اللحمه المفرومه والكوسه محتاجه نار قويه، فارضيه ده تنظيم مهم جدا. حلو الكلام ده، بنشتغل مع بعض. ناخد الجرجير بتاعنا الجميل الحلو ده كده. مدرسه المغازي بتقول ايه؟
الخضر، ايوه سامعك انا، الخضروات الورقيه تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع، ده مهم جدا على فكره. ما ينفعش بعد ما اقطع الجرجير ده كده اجي ان انا ايه اغسله، هفقد جزء كبير من السوائل بتاعته، هفقد قيمه غذائيه كبيره انا محتاج لها فيه. فيفضل ان احنا نغسله قبل التقطيع. انقيها كده الجرجيرايه جرجيرايه، ورقه ورقايه، وابدا ان انا افرمه بالسكينه بقى، ناعم خشن، اسيبه ورق زي ما هو. انا شخصيا بحب الجرجير مع السمك سليم زي ما هو. لما افرمه كده يبقى معاه اضافه، حط معاه عين جمل، حط معاه شويه افوكاتو. الجرجير دايما يحب الاضافات عشان نكسر الماده الحامضه اللي فيه، لانه حامض، حامض عنه يقول. ادي الجرجير هنا بالشكل ده كده، حلو، معايا بنجر بحطه هنا كده. شفت طبق السلطه ده؟ حلو، معايا جزر مبشور بحطه هنا كده. طبق السلطه لوحه فنيه، تبقى يعني مستخسره تضربي المعلقه فيها تبوظ اللي انت عاملاه، ولو اي من حد من ولادك يقرب منها، لا يا واد استنى لما باباك يشوفها يبصم عليها يعرف ان انت تعبت فيها. يا ويله اللي يلعب في طبق السلطه ده ولا يلخبط اللي فيه قبل بابا ما يقعد على السفره، ولا حماتك لو عندك وهتتاخر شويه. اللي بتعمل حاجه حلوه بتبقى عايزه الكل يشهد لها ويقول لها تسلم ايدك يا ماما. وده الطبيعي، يعني انا احب واحد مثلا يقول لي تسلم ايدك يا شيف، انا يا عم مش عايز فلوس، عايز الكلمه الطيبه، الكلمه الحلوه. هتخليك تعمل حاجات حلوه. حلوه دي جت معايا ازاي مش عارف، قال لك الكلمه الطيبه تخليك تعمل حاجات حلوه. ناخد الخس ده كده بعد التقطيعه دي كده. الله، وينزل هنا كده الجميل ده كده. بنعكس الموضوع، ننزل بالجرجير. لا والله اللي هتقول لي عليه انا اعمله، بيقول لي تحط اي نوع بقى من هنا، جزر ولا بنجر؟ احط طبعا اكثرهم قيمه غذائيه او افيتهم البنجر. حلو، هنعمل الصوص بتاعنا دلوقتي. مكوناته زيت زيتون، فص ثوم مفروم ناعم لا تراه العين ولكن بالمذاق نقدر ان احنا نستطعمه، يعني الثوم قليل ويكون ناعم عشان الثوم ما ينفعش يبان على السلطه دي. عصير ليمون، نشيل كل حاجه من هنا انا مش عايزها، نحط الورده دي هنا. الورده دي لها معاني كتيره. نشيل كل حاجه من هنا، جزر نزود شويه، نزود شويه، نشيل كل ده. يلا بينا تعالوا نتبل السلطة الحلوة دي، ويا ريت تتبليها قبل ما نقعد على السفرة مباشرة. تجهزي الدرسنج بتاعها أو الصوص بتاعها، بس تلاقي الأسرة جت على خير وكله اجتمع نبدأ ننزل بيها على السفرة. ده مطلوب مننا ليه يا عم الشيف؟ عشان السلطة طالما فيها خضروات ورقية بتهبط بسرعة، معالمها بتختفي بسرعة، خاصة لو كانت فتوش ولا تبولة. نروق الدنيا كده، نظافتك اول باول للمطبخ. تمام، حاضر، خلينا نطلع اللي في الفرن الاول عشان مخرجنا عايز يجيب الصوره الحلوه. هو ده، انت ابن حلال، طلع لك الايه بسكويته الحلوه دي. يا ويلي، لا انا مش هتكلم، انت اللي هتتكلم بالصوره الحلوه. ولما بقول الصوره الحلوه تعني مليون كلمه على شاشة القناة الأولى، ده مش من فراغ، ده إثبات عملي وتنفيذي. كوسة خلاها تاخد وش. اللهم صل على النبي، نغرفه. أنا هوريك حاجة حلوة دلوقتي. اللهم صل على النبي، الشكل ده حلو اهو. نغرفها مع بعض كده.
تعالى يلا بينا يلا بينا. طبعا دي المفروض يعني علميا وطهويا ما تتغرفش دلوقتي، تتغرف بعد ما تبرد زي الغريبة وزي الكحك، بس انا بشيلها بالراحة. بس انا بالأمانة بحب اكلها سخنة، يعني لو مش على الشاشة دلوقتي ممكن كنت اكلت 3-4. بعشق البسكويت والغريبة وهي سخنة للأمانة. جيب لي التفاصيل دي الله يرضى عليك ويوعدك بزيارة النبي. هجيب اللي فيهم شوكولاتة قليلة. كل حاجة اتعملت قدام حضراتكم وعلى عينك يا تاجر. شيل دي من هنا، تعالي. الله، يلا يا غالي. دلع لي البسكويت ده الله يرضى عليك، لانه مطلوب واللي بينطلب مننا بنعمله، هي دي الشطارة. تعالوا نعمل الصوص بتاعنا على الكوسة. ما تاخد ايه لون معانا؟ مايونيز وتوم، زيت زيتون، عصير حامض اللي هو عصير الليمون، وقليل من الملح. عصير ليمون، زيت زيتون قليل بما ان احنا بنعمل اكل صحي، بقدر الامكان قليل من الدهنيات اذا كان زيت ولا زبدة. للامانة معلقة خل صغيرة. يلا، جت في طريقي. موجودة، اهلا وسهلا. مش موجودة برضو، اهلا وسهلا. هناخد المايونيز. فص توم محترم كده صغير، والتوم اختياري برضو اللي حابب. اهلا وسهلا. كل دول يا عم الشيف بالمضرب. ممكن تحط خل بلسمك اذا انت عايزه، مفيش مشكله. والخل البلسمك ده يعني معلش هو طعمه قوي جدا، بيبقى اختياري. ناخد الصوص الحلو ده كده بنوزعه على طبق السلطه الحلو الجميل. مهم جدا وانت بتوزع الصوص ده برضو اختياري، ممكن ولادك مش حابين. اهو شفت الحلاوة دي؟ اهو. وده يفضل اضافته او اضاعة ان احنا يعني نضيف الصوص او نتبل السلطة بتاعتنا قبل التقديم مباشرة. ايه الحلاوة دي يا عم الجميل؟ اهو ده. سيبها كده بقى لغاية لما الأسرة كلها تتجمع على خير وبالسلامة إن شاء الله. حلو الكلام؟ طلع الكوسة. عايزين نشوف الكوسة المحشية اللي الأولاد بيحبوها والأطفال بيحبوها. اللهم صل على النبي. كوسة بتتكلم مصر بتفاصيلها، برصتها، بجمالها. دلعها لي بالله عليك. صينية كوسة محشية باللحمة والطماطم، صحية؟ نقول صحية بنسبة 80%. يعني مجموعي دخلنا مرحلة أولى الكلية اللي احنا عايزينها. أما الكوكيكز بنسبة 60% للأمانة، لأنه دخله زبدة وبيض. اتكلم. أما السلطة بنسبة 100%. فيها مايونيز، المايونيز اللي معانا مايونيز لايت، دايت يعني، ما فيهوش دهون كتيرة، معمول من غير بيض. ما قدرنا النهاردة بسيطة في متناول الجميع، ولكن الأكل أكل صحي. قدرنا نخترق كل المطابخ، عملنا كوسة محشية بالطعم الشامي بالطعم المصري. أهم حاجة إن هي خفيفة على الجيب وخفيفة على المعدة. عملنا بسكويت لطيف وجميل الأطفال بيحبوه بالشوكولا. عملنا سلطة الكل طبعا مش بيختلف عليها من مكوناتها، إذا كان بنجر أو خس أو جرجير. يعني نقول رؤية وفن وإبداع، وكمان أكل صحي بنشوفه كل يوم حد من كل أسبوع. الكلام ده منين يا مغازي؟ بالتأكيد من ماس بيرو.
الله.